بركاته بفيديو جديد معجزة رائعة جدا. بتمنى تتابعوا الفيديو للنهاية. ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك في القناة وتصلوا على النبي في التعليقات، وخلونا نشوف الفيديو مع بعض ومشاهدة ممتعة. أحباب رسول الله، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام بدأ الوجع يشتد عليه صلى الله عليه وسلم، وكان في بيت السيدة ميمونة رضي الله عنها، فقال النبي أجمعوا زوجاتي، فجمعت الزوجات. ثم قال النبي أتأذنون لي أن أمر في بيت عائشة؟ فقلنا نأذن لك يا رسول الله. فأراد أن يقوم فما استطاع، فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا به من حجرة السيدة ميمونة إلى حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم دعا لهم قائلا الله رعاكم الله، أيها الناس اقرأوا مني السلام، وكل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. فقال لها النبي ادنوا مني يا فاطمة، فحدثها النبي في أذنها فبكت أكثر، فلما بكت قال لها النبي ادنوا مني يا فاطمة، فحدثها النبي في أذنها فضحكت. بعد وفاة النبي سئلت ماذا قال لك النبي؟ فقالت قال لي في المرة الأولى يا فاطمة إني ميت الليلة، فبكيت. فلما وجدني أبكي قال لي يا فاطمة أنت أول أهلي لحاقا بي فضحكت. ثم قال النبي أخرجوا من عندي في البيت وأدنوا مني يا عائشة. فنام النبي على صدر زوجته ويرفع يده إلى السماء ويقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول السيدة عائشة فعرفت أنه بخير. ثم دخل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، أرسلني الله سبحانه وتعالى، وإن ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل إليك وما استأذن على أحد من قبلك. فقال له النبي إذن له يا جبريل،
ثم دخل ملك الموت على النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله، لقد أرسلني الله سبحانه وتعالى إلى أن أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال النبي: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم وقف ملك الموت عند رأس النبي وقال: يا أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. تقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي وثقلت رأسه على صدره، فعرفت أنه قد مات، فلم أدر ما أفعل، فما كان مني غير أن فتحت باب حجرته الذي يطل على الرجال في المسجد وأقول لهم: مات رسول الله، مات رسول الله، مات رسول الله. تقول السيدة عائشة: فانفجر المسجد بالبكاء، فهذا علي بن أبي طالب أقعد فلم يقدر أن يتحرك، وهذا عثمان بن عفان كالصبي يؤخذ بيده يمنى ويسرى، وهذا عمر بن الخطاب. قال من قال أن محمدا قد مات؟ قطعت رأسه. وسأقتل من قال أنه قد مات. إن محمدا لم يمت، بل ذهب للقاء ربه وسيعود. أما أثبتهم فكان أبو بكر الصديق، فأقبل على النبي واحتضنه وقال: وصاحبا، 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 ونبيا، ونبيا، وحبيبا، وحبيبا، وصفيا. ثم قال: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا يا ابن عبد الله. ثم خرج يقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. حبيبي حبيبي، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا جدعان. عبد السلام يعني بيتهيالي أعظم واحد قال الخطبة دي على وجه الأرض بجد والله، ربنا يبارك فيك. امسح دموعك يا ابني، امسح دموعك يا ابني، ينصر دين الإسلام. وهيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو، وربي ينصر دين الإسلام يعني. وبتمنى من كل أخ مسلم ومسلمة وغير مسلمين يعني، بتمنى تصلوا على النبي في التعليقات، ويعني بتمنى الفيديو نال إعجابكم أكيد يعني، الفيديو رائع جدا. وبتمنى ما تبخلوا علينا بلايك واشتراك في القناة كي نعلم عدد المسلمين الذين شاهدوا هذا المقطع. اضغطوا لايك وصلوا على النبي في التعليقات، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.